أخبار اليوم. أنا أعتقد النهاردة من أهم فعلا المؤتمرات اللي حصلت، لأن أنا شفت النهاردة شفت المستثمرين زعلانين ازاي، وشفت لهجة فيها نوع من أنواع النفاق بيهم، وشفت قد ايه الحكومة بدأت تستوعب قد ايه انها تأخرت في اتخاذ قرارات كتير. انا النهاردة شايف ان الرسالة الحقيقية اللي وصلت للحكومة ان يكفي تخاذل ويكفي ايادي مرتعشة، وحان وقت اخذ القرار، حان وقت ان الكل يتماسك والكل يتكاتف عشان نخرج من الازمة بشكل سليم. اعتقد ان النهاردة المؤتمر ده يعني ثمارها هتيجي ان شاء الله بفايدة كبيرة جدا. المشاكل اللي عند كل حد لازم على فكرة ما نستهونش بيها، هي صحيح في مشكلة عامة في السياحة، لكن في مشكلة وطن احنا بنمر بيه. النهاردة الحرب على مصر مش قليلة، الحرب من كل حتة، والوضع فعلا خطير، لكن احنا بنقول انها هتعدي، ومليون المية هتعدي. احنا ربنا حارس البلد دي، مش مين على ربنا، مستحيل يعني. ففي النهاية احنا ثقتنا انها هتعدي، وهتعدي اكتر بان احنا فعلا كمواطنين مع بعض نبقى فعلا ايد واحدة، واحنا فعلا في الشدة اسود، وفعلا محدش هيقول للتاني انت مين ولا مش مين، ولا مين اللي في الصدارة ولا مين اللي، لا احنا كلنا واحد، كلنا في ازمة واحدة. لكن النهاردة انا بقول ان لا، مش لازم احنا بس، ده احنا والدولة والحكومة والمسؤول والاعلام والمواطن البسيط، كل ده لازم يبقى ايد واحدة، لان في النهاية احنا بنتكلم عن مشكلة وطن، مشكلة مصر. اعتقد ان شاء الله احنا لازم نتعلم من اخطائنا، ولازم نتعلم من كل الاحداث اللي حصلت. احنا النهاردة جايين بنادوا العالم كله بنقول ان مصر دي فعلا ارض السلام، ارض المحبة، أرض التاريخ، أرض عظيمة، أرض ربنا حط فيها كل نعم، نعمه بالكامل موجود عندنا، أحلى جو وأحلى شواطئ وأحلى أثار وأحلى ناس وأحلى أرض، أرض دي فيها كل الخير، فيها المعادن، فيها الغاز، فيها البترول، فيها الذهب، أرض خصبة ما فيش زيها في العالم كله. نهر النيل الموجود ده نعمة من عند ربنا، كل الدنيا دي كلها يعني. وتقولي لي مش هنعدي، لا هنعدي، هنستفيد بيها، هنفرح بيها، وكلنا ان شاء الله هنبقى قلبين على قلب بعض، لان في النهايه ملناش غيرها، دي بلدنا اللي عيالنا طلع فيها واحفادنا جايين فيها، ملناش غيرها بجد، فلازم كلنا ندافع عنها. انا النهارده لو في ايديا حاجه، انا النهارده كمسؤول او كمواطن عادي او كفنان او كرياضي او كل واحد ليه دور يقدر يعمله هنعمله. انا مستعد، انا والحمد لله الفن مصر بخير وفنانين مصر بخير، وبيلبوا نداء مصر في اي لحظه، ونداء اي مواطن مصر كمان. الفكره في ان احنا كلنا فعلا لازم نطوف العالم باعمالنا وفننا وبنفسنا، علشان ندعو الناس تعالوا شوفوا حلاوه بلادي، تعالوا شوفوا عظمه مصر، تعالوا شوفوا شعبها الحلو، تعالوا شوفوا احنا قد ايه تخطينا كل الصعاب دي. احنا اتحالف بينا يعني 100 حلفان، على قد ايه احنا تحدينا اصعب المواقف، وقد كده وعد وازيد من كده وعد، فان شاء الله خير. في اعمال حضرتك بتفكر تقدمها لتنشيط السياحه يعني، في عمل معين؟ احنا طبعا لازم هندرك المساله ديت بشكل او باخر، وفي الايام اللي جايه لازم هنعمل حاجه زي كده، واحنا كنا بنتكلم في ده امبارح بالتحديد، واعتقد ان احنا لازم الفتره اللي جايه لازم نبين مصر بقى كما يستحق ان تظهر. لازم مسيرة النهارده ان شاء الله اللي حضرتك هتعملها في خليج نعمه، ايه الهدف اللي عايزين توصلوا له من المسيره دي؟ عايزين نقول للناس تعالوا احنا ماشيين في امان تماما، بدعوكم تعالوا شوفوا حلاوه مصر، تعالوا شوفوا جوها، تعالوا شوفوا الامن والامان فيها، وادخلوا مصر ان شاء الله امنين، وباذن الله ربنا مش هيسمح باي شر البلد دي، مش ممكن، البلد دي هتبقى بخير وهتفضل بخير لان ربنا حارسها.